الإمام العلامة الفقيه المسند الشيخ محمد سعيد بن محمد سنبل المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الباب الثالث، الكتاب 23، والسند المتقدم إلى الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكسي في مسنده المسمى بالمنتخب، أوله مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وبالسند المتقدم إلى الحارث أبي محمد بن أبي أسامة رحمه الله في مسنده وهو غير مرتب في مسند عبد الله بن عمر، أوله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ الثقة أبي بكر البزار رحمه الله تعالى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا فتوفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت الليالي ثم لقيني فقال: إني لا أريد أن أتزوج في يومي هذا. ثم لقيت أبا بكر فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة، وما منعني إلا أني كنت علمت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركها قبلتها أو نجحتها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا.